اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناه فكره ديكور. كما تعرفوا كالعاده دائما نبحث لكم على الاشياء اللي تقدر تساعدكم في الاعمال اليدويه نتاعكم في البيت، الافكار ديكورات وكذا، تكون السعر نتاعها ماهوش غالي وتكون يعني النتيجه منها والمنتوج اللي تتحصلوا عليه منه يكون مرضي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله مش نوريكم بعض الاغراض اللي اعجبتني. الاغراض هذه هي عباره عن قوالب. القوالب هذه مصنوعه من بلاستيك جيد جدا. البلاستيك هذا مثل العظم، البلاستيك هذا يستعمل حتى نصبوا القوالب هذه نستعملوهم نخلطوا خلطه الاسمنتيه ونصبوهم فيهم، لما ينشف نتحصلوا على يعني منتوج جاهز كما نقولوا احنا نتاع ديكور للبيت. المنتوجات هذه جاتني مثل الورقه هذه فيها المنتوجات هذه كامله كما تشوفوا، كل وحده وشنو هي الشكل اللي تقدر تحصل عليه، كل قالب وشنو هو الشكل اللي تعطيه لك بعد ما تقوم بالصب نتاع الخلطه الاسمنتيه في الوسط نتاعها وتنشف. نمروا للفيديو باش ما نطولوهوش ونوريكم شنو هي الاغراض هذه ونوريكم كيفاش لازم بالضبط شنو هي الطريقه اللي لازم تعملوها حتى تحصلوا على نتيجه جيده بواسطه القوالب هذه. فمشاهده طيبه للجميع. وبالنسبه للناس اللي تعجبهم بعض الاغراض بعض القوالب هذه يقدروا يختاروا القالب اللي يحبوه. كل القوالب بتلاقوهم موجودين بالرابط نتاع الشراء نتاعهم في علبه الوصف اسفل الفيديو. بارك الله فيكم ونمروا للفيديو نتاعنا. لهنا اخواني كما تشوفوا كذلك جاتني الكثير من القوالب هذه نتاع صناعه البولات نتاع الارضيه نتاع الشوارع نتاع الحدائق وغيره واشكال غيرها، معناتها وجاتني معها الورقه هذه يعني القوالب الموجوده هذم اللي عندهم الكل. مانيش باش نقوم بالتعبئه نتاعهم الكلهم بالاسمنت اللي مانيش محتاجها الان، لكن نوريه لكم للي ممكن يحب يستعمل هذا القالب ان شاء الله. هذا عندنا القالب الاول اللي تشوفوا فيه هذا الشكل نتاعه، ونجموا نعملوا به اشكال نتاع يعني حجاره هذه الجميله. القالب هذا ان شاء الله ممكن نعمل لكم عليه فيديو خاص لانه نجموا نعملوا به كثير من الاشياء. الرابط نتاعه كذلك بخليه لكم في علبه الوصف اسفل الفيديو، يعني نصبوا فيه الاسمنت ينشف شويه نشيلوه ونمشيو للي بعده. القالب هذا الاخضر اللي تشوفوا فيه لهنا هذا القالب كذلك، نخلي لكم الرابط نتاعه اسفل الفيديو. وجاني كذلك القالب هذا لتزيين الجدران، تقدر تستعمله للجبس كما تقدر تستعمله بالاسمنت اللي هو هذا القالب هذايا كذلك، بخلي لكم الرابط نتاعو في علبة الوصف اسفل الفيديو. الجزء الاول اللي هو هذايا والجزء الثاني اللي هو هذا وفيه هذه الوحدات نتاع المسك. القالب هذايا كيما فهمتوا وقت اللي نقوموا بالتجميع نتاعو البلاستيك نتاعو جيد، يعني الماتيريال نتاعو ماهوش خايب، يعني ماهوش سريع الانكسار يعني لين، وكذلك يعني مستوي 100%. اذا كان نجمعوا القالب هذا بالطريقه هذه يصير عندنا هذه يعني هذا العمود اللي احنا بنصبوه من الاسمنت بعد نقدر ندهنوه او حاجه للبلكونات وغيره. تقدر تكون يعني مثلا الفكره هذه تساعد بعض الناس انهم يعملوا مشروع صغير يصنعوا الاشياء هذه ويبيعوها او غيره. اليوم ان شاء الله مش نقوموا بالعمليه نتاع الاستعمال نتاعو، مش نصبوا القالب هذايا ونشوفوا ان شاء الله علاش نتحصلوا. كذلك الحاجه اللي عجبتني فيه هي انه عندما يقوموا بالتقفيل نتاعو هكذا حتى ما يقعدش اماكن يطلع منهم الاسمنت او غيره او الخليط اللي مش صبوه فيه، تجي معاه الوحدات هذه نتاع التجميع اللي هي على الشكل هذا اللي هذا هو الشكل نتاعها كما تشوفوا، تدخل هنا مثلا هكذا وتدور تكبس عليه. شفتوه يعني بتكبس عليه جيدا. الوحدات هذا 14 وحده على الداير، هذا هو مفهوم في الثقوب هذه الكل ان شاء الله، مع انه مش مكتوب في الكتاب نتاعها، لكن من الاحسن هي من الداخل معموله مالسه حتى ما يلصقش عليها الماده اللي مش تتصب. شفتوها حتى بتلمع مالسة كثير حتى مالسة، لكن من الأحسن ناخذوا القلم وناخذوا زيت نتاع سيارات أو زيت نتاع أكل أو أي حاجة، وقبل ما نقوموا بعملية الصب ونقوموا بالدهن نتاعو كله بزيت حتى ما تلصقش عليه وما تقلقناش من بعد في السحبة نتاعها عندما تنشف. مفهوم ونشيلوها دائما في اليوم الثاني. شلناها في اليوم الثاني من القالب نخليها بتنشف لوحدها. تشوفوا أول حاجة قبل ما نبدأ العمل مش ناخذ قطعة نتاع شبكة حديد كما تشوفوا هذه الصغيرة، مش نقوم بالتقطيع نتاع الأجزاء اللي ماهيش لازمتني مثلا اللي هي هذه هكذا، لكن يعني هذا مثلا الجزء ماهوش لازم نقصوه بالمقص. مفهوم. من بعد ناخذها هكذا
المربعات هذه 5 على 5 سنتي. الحديد هذايا هو السمك نتاعو 2 ملم. نقوم بعمليه انا باش نلفها، فما لي اصغر لكن انا نعمل هكا احسن لي. خلاص الاماكن الكل بيدخل فيهم، امور واضحه. الحديد هذايا ان شاء الله الشبكه، هذا يتسمى ارميروفكا، يعني نحطوا فيه الحديد للارميروف. هنا اخواني كما تشوفوا ناخذ المكونات نتاعي. لهنا عندي ماء 3 لتر او 2.5 لتر، ناخذ شويه جروند مامنت، نصب منه لهنا ما يقارب 200 ملي لتر هكذا، ونقوم بالصب نتاعهم في السطل نتاع الماء نتاعي. شفتوه؟ من بعد نقفل الجروند نتاعي، ناخذ الفايبر. الفايبر فما ناس سالوني مضر وما مضر. المضر هو الزجاجي، هذا ما هو الزجاجي، هذا حريري. الفايبر هذا ما يضر، ما يخوف على الايد وما يجرح، يعني فهمتوني. نحط شويه فايبر هكذا، ونقوم بعمليه التخليط الاولى ان شاء الله. ناخذ الميكسر نتاعي اللي هو هذايا هذا، ونقوم بعملية التخليط إن شاء الله. بعد ما نقوم بالتخليط متاع الفايبر، نبدأ عملية الوضع متاع المادة اللاصقة. بعد ما نخلي القطعة الثانية، نركب فوق منها القطعة الأولى، يعني واحدة فوق واحدة، يعني بالطريقة هذه. خلاص شفتوها، ركبناها. بعد ما نركبها نحطها هكذا واقفة، وناخذ الوحدات بتاع التخليط اللي جاوني معاها اللي هما هذوما، ونقوم بالتثبيت متاعها أوب، ونقفلها لهنا نفس الشيء من تحت أوب، ونقفلها لهنا اوب، ونقفلها. وانا ماشي بالتقفيل نتاعها كامله، ناخذ الماده اللاصقه نتاعي اللي تكون هسه اللي هي لهنا في السطل هذايا، ونقوم بالصب نتاعها من فوق. بعد ما نصب في الوسط موصل، نخذها هكذا، ونقوم بعملية الضرب متاعها هكذا على الأرض حتى ما يصيرش فيه فراغات في الأسمنت. نستغل الفرصة من دام لسه فاضل عندي شوية متاع مادة لاصقة، ونقوم بالصب متاعه ونشوفوا النتيجة متاعه إن شاء الله مع العمود اللي عملناه مع بعضنا غدا. ناخذ القالب متاعي نفس الشيء، ناخذ الزيت كما قلت لكم، ناخذ قليل من الزيت يعني هكذا، ونقوم بالمسح نتاعو في القالب نتاعي حتى يكون كله يعني بالزيت، حتى ما يلصقش عليه المادة اللاصقة وما نتعبش من بعد او نكسره او غيره. ونقوم بالصب نتاعو وسط هذا القالب ان شاء الله هكذا اخواني. قبل ما نعمل اي حاجة، ناخذ شبكة حديد كذلك كمن هذه بالمقاسات المطلوبة، وندخلها في الوسط نتاعو. نقدر ما نتفحش لانه وقت اللي مش نحرك ورقة مش تدخل هي دوز. كما تشوفوا لهنا ان شاء الله. الان عندي ليل، الليل هذه بتمر عليها الليل، والصبح ان شاء الله نفتحها باذن الله ونشوفوها. بارك الله فيكم، نرجع في الصباح ان شاء الله. ناخذ الوحدات هذه اللي ثبتنا بها، ونقوم بالسحب نتاعها ان شاء الله هكذا اوب. ونبداو في التفكيك نتاعو من فوق ان شاء الله كما تشوفوا. خلاص لهنا سي اتفك، هذا هو الجزء الاول من القالب شفتوه، وهنا الجزء الثاني اوب شفتوه. اذا كان بالزيت بيطلع بسرعه. وخلاص هذا هو القالب نتاعي ان شاء الله كما تشوفوا. بالنسبه للامور هذه الزايده هكذا بتتشال، شفتوها
تقدروا تشيلوها بواسطه مثلا ورق صنفر او كذا، تصنفروها او حاجه باش تصير جميله. نعملوا له الطريقه هذه حتى لين يتحرك شويه من الاجناب، ومن بعد ناخذه كيما هكا ونقوم بالطريقه بعمليه القلب بتاعه ان شاء الله هكذا، ونقوم بالضرب، نضرب عليه هكذا شويه ونقوم بالسحب نتاع القالب نتاعي. خلاص كما تشوفوا هذه هي النتيجه، القالب الاسمنتي نتاعي مصبوب كما تشوفوا. هذا ان شاء الله باش نقوم بصنع 300 قطعه، ونقوم من بعد بالتركيب نتاعهم واحده فوق واحده، واحده فوق واحده فوق واحده، نغلف بهم الاعمده المربعه اللي مش تجي في الباب نتاع البيت نتاعي وين التراسه ان شاء الله. هذا هو القالب نتاعي، شفتوه الشكل نتاعو اعجبني. هذه هي اخواني كما تشوفوا القوالب نتاعي والنتيجه نتاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا كان عجبتكم هذه المنتوجات تقدروا تقوموا بالشراء نتاعها عن طريق الرابط الموجود في علبه الوصف اسفل الفيديو، كل قالب عنده الرابط نتاعو، تمروا عن طريقه الى الموقع وتقدروا تشتريوه من الانترنت. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله والى اللقاء.